السلام عليكم، مرحبا بكم أصدقائي على قناة فكرة. اليوم موضوعنا هو عن حل مشكلة مكالمات الواتساب، عدم تلقي المكالمات على شاشة القفل ولا تلقي أي إشعارات من التطبيق. الموضوع جدا جدا بسيط، فقد تابعوا معنا الحلقة إن شاء الله لنحاول حل هذه المشكلة وبدون استخدام أي برامج ولا تطبيقات. يلا بينا نبدأ على بركة الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة فكرة. اليوم موضوعنا هو حل مشكلة عدم ظهور مكالمات الواتساب على شاشة القفل، ولا لو كان الهاتف مفتوح أيضا كمان ما راح تظهر لك المكالمة، ولا راح توصلك إشعارات من واتساب ولا أي شيء، يعني تقريبا تطبيق مثل كنيته مقفل. مثلا هلا هذا هو الواتساب، طبعا نحن راح نروح على الإعدادات، بعدين ننزل على التطبيقات، نضغط على إدارة التطبيقات، ونبدأ هون ندور على التطبيق. طيب راح نحاول نبحث عنه. هيك ما عم يظهر لنا. طيب ندور عليه شوي. هذا هو مكتوب بالعربي واتساب. بعد ما دخلنا على اعدادات او معلومات التطبيق الخاص في تطبيق واتساب، راح ندور على شيء اسمه الأذونات والإشعارات. أهم خيارين هو الأذونات والإشعارات. طيب أولا نقوم بالتوجه إلى أذونات أخرى. ظهرنا القائمة بهذا الشكل، مثل ما شايف جميع الخدمات متوقفة. نبدأ بتفعيل الخدمات. نبدأ من الخدمة الأولى، خدمة SMS، نقوم بالسماح دائما، من ثم نضغط على عرض في شاشة القفل. هذا الخيار محطوط عليه رفض، لازم نحط سماح دائما حتى يظهر لنا المكالمات والإشعارات في شاشة القفل، وعرض النوافذ المنبثقة أثناء التشغيل في الخلفية أيضا هذا كمان السماح، وإشعار دائم كمان سماح. بالتالي نكون حلينا جزء من المشكلة. الآن نرجع للوراء، نروح على قائمة الإشعارات. مثل ما أنك شايف الإشعارات عنا هون مطفية، فهيك ما راح يوصلك لا إشعارات منبثقة ولا على شاشة القفل ولا حتى صوت أنه في رسالة وصلتك. نقوم بتفعيل عرض الإشعارات. تم تفعيل الإشعارات بنجاح. أيضا نتوجه إلى موفر البطارية، محطوط عنا هون تقييد بيانات الخلفية، يعني التطبيق خلال 10 دقائق راح يتم إغلاق التطبيق، ما راح يوصلك أي إشعارات أو مكالمات، لهيك لازم نحطه على موفر البطارية موصى به. هيك بنكون عملنا إعدادات الواتساب بشكل صحيح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا ظلت المشكلة عم تواجهك اكتب لي بالتعليقات، ولازم تشرح لي شرح كامل عن المشكلة اللي عم تواجهك في الواتساب، وإن شاء الله راح نحلها مع بعض. يعطيكم ألف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.